السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتي أخواتي الجديدات، وشكرا أخواتي اللي كتخليوا التعليقات دايما في الفيديوهات. الفطور الصباح الأول اللي كندير أنا في الروتين، ومن بعد كنمشيو نعطيو مثلا الدجاج ياكلو يشربو وحتى الكلاب وكل شيء، وهذيك هي. وشكرا للمشاهدة، فرجة ممتعة. كنعطيو لهم العلف للدجاج، هذا هو اللي كنعطيو لهم هكذا، كتشوفوا فيه شويه القمح شويه الذره، وكنعطي لهم حتى الخبز كيعطيه لنا المخبزه، ولا كنشريو كنخشري واحد مثلا صاك كيدير 5 يورو، كان فيه شويه الباغيت شويه الخبز الصغير بحال هذاك اللي شفتوه. ومن بعد مشيت نشوف الا كان شي بيض، كنت لقيت تما وي، ولكن كان بحال ما كانش عندهم التبن. المهم انا كنعطي لهم بزاف، نعطي لهم هذا هذا كسميتو الذرة والقمح كله. المهم هنا كنت مشيت نشوف الا كان شي بيض هنايا، هيا لقيت، هيا ما شاء الله زوج، هيا زوج. واحد الحاجه انه كان ما كانش ما عندهم التبن، لان من غادي دير بيضه باش ما تهرش من الاحسن ولا بد نديروا لها التبن. اذا فمشيت جبت هذاك هذاك التبن وحطيته لهم تما، لان باش ما يتهرسوش البيض جبت لهم التبن، درت لهم تما هكذاك باش يكونوا مزيانين دوك البيضات. مهم ها هي قلعت هذا كله، وكنلقى بزاف الحفاري تما كيديروا، يمكن كيمشيو تما داك الفيران كيجنوا. هم شديت هذاك التبن تما، درتو ليهم، درتو هنايا فين كيولدوا الدجاج باش هكذا باش ما يتكسرش داك البيض اللي كتولد البيضه. هنا كنبين لكم هكذا، كي مثلا هكذا خاص يكونوا باش ما يتهرسوش. عرفتوا من كان ديك من يصيح وشنو نقولوا؟ اللهم انا نسالك من فضلك، هكذا كنقولوا. هذاك هذا الخبز هذا هو اللي شفتوه كنعطيه لهم مره مره، شرينا هذاك النهارات كيدير 5 يورو لواحد الساك شويه كبير باش نعطيه للدجاج، لان يعني كيساعدهم ما كاينش تما الربيع عندهم ما عندهمش. لا بد من رفدهم، رفدهم غير بشويه باش ما يتهرسوش. درت لهم هكذا باش ندير لهم واحد الصوره، ما شاء الله زوينين، وخاصه اذا كان مثلا اذا كانوا بيضين. ندير لهم الدجاج الماء باش حتى هما يشربوا.